لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو المطامير يوم الجمعه ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 27/5/2022. وتعالوا نشوفوا العجول الجنيه البقر مع الحاج صبحي بتاع القصر المصري ابو حمص. صباح الخير يا عم صبحي، عامل ايه يا غالي؟ والله تحيا الرئيس السيسي. الله يبارك لك عم صبحي. ازيك يا استاذ وائل؟ الله يبارك لك. صباحك عسل. صباحك زي الفل ان شاء الله. الاعمار قد ايه يا عم صبحي؟ نعم. الاعمار قد ايه؟ سنه. عمري سنه يا جماعه. أيوة. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. نتايتين الله اكبر. الحلاوه اللي خلقت تلاقيها عند عم صبحي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اعمار سنه يا جماعه. اللهم صل على النبي على العجول الجنيه البقر النهارده في سوق ابو المطامير. الاسعار يوم على بعض يا عم صبحي ولا كل واحده لوحدها؟ ايه كل واحده لوحدها. الاولانيه دي بكام ده؟ 12700 وده 12800. 12700 و12800. الله يبارك لك. ايوه 12700 و12800 يا جماعه. وعمر السنه. اللهم صل على النبي على الماء. اتفرج يا حاج براحتك. الله اكبر. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. 12600 و12800. بسم الله ما شاء الله. 800 ودي ب 800. 25800 و12800. الناس بعد فلوس. يا عم ده واحده ب 900. الله يبارك لك يا حاج صبحي. اهم حاجه المصداقيه اهم حاجه. الله اكبر. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا عم صبحي. الله يخليك يا اسد. متشكرين يا عم صبحي. صباحك عسل. بارك ابد ان شاء الله. الله اكبر. عسل يا غالي. اللهم صل على النبي. صباح الخير يا معلمي. صباح النور. كل سنه وانت طيب. تاجر ولا جنان؟ لا تاجر يا معلم. تعرفوا باسمك؟ محمد سبيطه رياض لقرع. معلم محمد سبيطه رياض لقرع. منين يا معلمي؟ كفر الدوار. كفر الدوار وتجار كفر الدوار. بسم الله ما شاء الله. العجول النتايات الجنيه يا جماعه ايت. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اعمارهم قد ايه يا حاج؟ عمرهم سنه ونص. سنه ونص. بسم الله ما شاء الله. يعني على وش عشر كده ويمشوا لحم؟ يمشوا عشر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. سعرهم على بعض الاثنين ولا كل واحده لوحدها؟ لا ده كل واحده لوحدها. ديت بكام ودي بكام؟ والله دي ب 13 ودي ب 13 ونص. 13 و13 ونص. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر على الماء. اللهم صل على النبي. فراج يا رجاله. صباح الفل. اللهم صل على النبي. الله اكبر. ايوه يعني عايزين نعرف انت قلت له ايه؟ ها؟ يعني بقول لك 13 و 20000. الاثنين 13 و 13 ونص يبقى 26 ونص. 13 و 400 يعني 28000. يا عم الدواء ما جابوش ال 28 يا حاج. ما جابوش يا عم 13 و13 26 و400. يبقى 28 ازاي بس؟ انت ضعيف في الحساب يا معلم. اللهم صل على النبي. معاك حاجه غيرهم تاني يا معلمي؟ والله معايا بس شغل. الله يبارك لك. طب ادينا رقمك لو حد عايز حاجه تواصل معاه. 012 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
تبع قناه المواشي اليوم يعملوا معواجب؟ بالله عليك تعمل معواجب 13 ونص دي 13 و13 ونص 13 و13 ونص يعني 26 ونص الاثنين. بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك، يعني موجود عندك لو حد اسحى. ايوه الله يبارك لك يابا، مشكرين يا معلمي، اجعل صباحك ابد ان شاء الله. اللهم صل على النبي على المال، الله اكبر. السلام عليكم عم الحاج، عامله كم الشابه دي؟ والله احجني ها والله ما من ممسكها ازاي يعني. الله يبارك لك، هو دي صعيبه. صباح الخير يا حاج، عامله كام الشابه دي؟ والله 13200. بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك، اللهم صل على النبي. معاك حاجه غيرها تاني؟ الله يبارك لك، هنجولك هناك يا حاج. صباحك ابيض ان شاء الله برضه. اللهم صل على النبي على المال. اتفرج يا حاج على مهلك، صباح الخير يا عمدي. اللهم صل على النبي. محمد فرحات الشيخ، اللهم صل على النبي. ده مزعلتها تسقط. الله ما شاء الله. عاملين كام الشبتين دول؟ عاملين كام يا حاج الشبتين دول؟ والله دول عاملين 31 ونص. 31 ونص بسم الله ما شاء الله. تاجر ولا قناع يا عمدي؟ تاجر يا عمدي. الله يبارك لك، قاعد فين؟ ابو المطامير هنا. ابو المطامير، نتعرفه باسمك طيب؟ محمد فرحات الشريف. المعلم محمد فرحات الشريف، الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله، يعني موجود عندك عجول نفايات جنيه على طول لو حد عايز حي؟ ان شاء الله. الله يبارك لك. طب ادينا رقمك لو حد عايز حي تواصل معاه.
قناة الموش اليوم 010 634 3591. اي حد يتواصل معاك تبع قناة الموش اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. معلمي نارك ابيض، متشكرين جدا. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه، العجول الجنيه البقر. السلام عليكم رجالي. الاسعار عامله ايه يا حاج النهارده؟ 15 و400. دي 15 و400. بسم الله ما شاء الله. انا بقول لك 15 بعمل بشرات. بقول لك 15 بشرات يعني. ايه طب ودي عامله كام دي؟ دي 14 خالص. 14 بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك. 14 ومال ما تلاقيش زيه. الله يبارك لك. تجار ولا جنايين يا حاج؟ ها؟ تجار يا خال. طب ادينا رقمك لو حد عايز حاجه يتواصل معاه. 010 010 90 90 55 60 80 55 60 80. ما تعرفلاش باسمك. معاك علاء ابو خشيم. المعلم علاء ابو خشيم ابو المطامير. ابو المطامير. الله يبارك لك. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. ان شاء الله. متشكرين يا معلم ونهارك ابيض. مين يا باشا؟ الله يبارك لك. اي تجار عندها عروض باسعار بارض الله تتواصل معايا. رقمي 011 29 20 95 39. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر، والى اللقاء يا خير الاصدقاء، والسلام عليكم.